هشام الوالي فنان شاب صاعد بين عن براعة وموهبة في مجال التمثيل. شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والسينمائية، كانت له مشاركات في الاشتغال على موضوع المرأة والأسرة، خاصة من خلال الفيلم القصير للمخرج يوسف عفيفي في حلم امرأة، كيطرق من خلاله لجدلية صراع المرأة والرجل. الفنان كيحاول برز المكانة الخاصة والفريدة للمرأة بصفتها أم وزوجة وشريكة في الحياة، فانتبهوا جميع نظرة هذا الممثل الصاعد. وفرت قد لي حالتك وراك عارف اللي خالتك والعائلة غادي يجيو يخطبوك هاد العشية لسانة. الموضوع ديال الفيلم كيهضر على واحد السيدة كتحلم راسها باللي ان على ان الاوضاع تبدلت، لان الرجل اصبح هو المرأة والمرأة اصبحت هي الرجل. يعني المرأة هي اللي كتشتغل برا البيت، هي اللي كتمشي في الطوبيس، هي اللي كتاخذ مناصب، والراجل هو اللي كيجلس في البيت، هو اللي كيطيب، هو اللي كيستقبل، هو اللي كيدير الميناج. على فين كتوصل على ان ما يمكنش هذه المعادله، ما يمكنلاش، لان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون هذا وخلقه باعتدال. يعني كل حاجه تحطات، ما جاتش شي حاجه وجات صدفه. الرجل راه عنده مكانه والمراه ما عندها مكانه. والغلط اللي كنديروا حنا وكيديروا بعض الاشخاص هو انه كيبغي يبدلوا هذه الادوار هذو، الرجل رجل ومراه امراه. العظمه ديال المراه، وتنقولها حتى المراه ديما، ربما اننا في لا جورني كنخدموا بجوج، ولكن ما فام كتخدم اكثر مني، وماشي انا لي فام في العالم، ولكن هذا نعمه من عند الله سبحانه وتعالى كيعطي المراه القدره. يمكن كنخدموا بجوج بينا وكنجيو مع 6 د العشيه، يمكن انا نجي حدا لا تيلي، يمكن نمشي للقهوه، ولكن مرتي لا، كتجي خاصها ترد على البيبي، خاصها دير العشاء، خاصها تشوف شنو خاص الدار، خاصها مسائل اللي ما نقدرش انا نديرهم. يعني هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى وما كيمنحهاش لاي واحد. المرأة المغربية دازت مراحل وقطعت مراحل بسرعة. يعني احنا بالنسبة للدول العربية والإفريقية، المرأة المغربية تبوءت مناصب كبيرة بزاف. يعني ما بقاش شي منصب ما تبوءاتوش المرأة. مثلا المرأة الفنانة تبوءت منصب وصلت كوزيرة لوصلتها توريا جبران اللي ما كايناش حتى في الدول الغربية. كرجال تقبلنا وتبدلات داك النظرة، حيت بزز منا بغينا ولا بغيناش، خص تبدلات النظرة ديالنا للمرأة المغربية. المرأة البيتوتية اللي خصها البيت، خصها تربي الأولاد، لا، المرأة هي اللي كتهز مع الراجل داك القفيفة، هو هز من هنا ومن هنا، والقفه يهزها جوج حسن ما يهزها واحد. الانسان كيدوز مراحل. اول شخص كيتعرف عليه هي الام ديالو. يعني سبحان الله العظيم، اول شخص في الوجود كتعرف عليه هي الام ديالك وانت في الباطن ديالها. اول ريحه كتشم هي ريحه الام. مع الوقت كتعيش مع داك الام وكتكون شخصيتك وكتعرف المراه من خلال الام. ثاني امراه عرفتها في حياتي هي الزوجه ديالي. ملي كنقولوا الزوجه هي الاستقرار، ومن كنقولوا الاستقرار هو النجاح. دونك اي انسان بغى النجاح كيقلب على الاستقرار، والزوجه الصالحه هي الاستقرار. اللهم لك الحمد، النهار اللي تحت لي فرصه وتزوجت بهذه الانسانه هذه الطيبه، انني حسيت باستقرار في حياتي، استقرار في حياتي، وبديت كنحقق نجاحات اللي ربما ما حققتهمش وانا باقي لي بغ، زعما باقي سيليباتير ما مجوش. انا كنت محظوظ وكنت من الناس اللي ربي نعم عليهم. بشرني الله سبحانه وتعالى بواحد البنيته، واحد الفنيونه هي ملك، كنسمي انا ملك روحي. هاد الانسانه جات لحياتي بدلات المفهوم ديالي وخلاتني نعرف بحق الام الحقيقه، لان وليت كنحس بالقيمه ديال الوالده ديالي، وبالتالي بقيمه المراه في حياه اي شخص على وجود على الوجود هذا. عندي واحد السيدة معايا في الدار سميتها مالكة. هاد السيدة هي اللي كتعاونني في التربية ديال بنيتها، ومعايا يوميا، ومن كنمشي نخدمو هي اللي كتقبل مالك، هي الدادة ديال مالك، وكنبغي نوجه لها الشكر، تنقول لها شكرا. ولا كانت راحتنا وانني مرتاح ومرتي مرتاح وبنتي مرتاح، سي غراس ا توا اللي خطك علينا، ونتمنى لك راهي عيانه شي شويه، كنتمنى لها الشفاء ان شاء الله. بهذا وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى نهايه الحلقه، شكرا والى الغد ان شاء الله.